وتبدأ مصر بتاريخها العظيم وأمجادها وعراقة حضارتها التي تبدأ من الفراعنة القدماء الذين كان لهم دور كبير في العالم، والكتاب يفتحون كتبهم المصنوعة من الورق البردي. فنون الحضارة الهيروغليفية، ويكتبون بالأقلام الريشية، ويجتهدون ويكتبون قصصهم على شواطئ البحر الجميلة، وتتحول الصحراء إلى معارض وحياة تحكي تاريخنا القديم. تبدأ حياة البدو في الصحراء من الرعي منذ القدم، وتعب قدماء المصريون في بناء الأهرامات